آغاز خواهند کرد. قاری اعزامی از کولومبیا، برادر ارجمند جناب آقای هیرناندو دی هیسوس دیاز آرابوگو که تلاوتشون رو از 101 آیه سوره یونس علیه السلام آغاز میکنند و تا پایان آیه 104 این سوره ادامه خواهند داد. على منصة المسابقات في هذه اللحظة القارئ المشارك من كولومبيا هيرناندو دي هيسوس دياز أرابغو الذي سيتلو ما تيسر له من سورة يونس عليه السلام بدءا من الآية 101 وانتهاء بالآية 104 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل الله
يتوفاكم. ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.